السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أتيت إليكم بفيديو جديد. يتمثل هذا الفيديو في شرح موقع خمسات، موقع تقديم الخدمات عن بعد. سواء كنت تريد أن تشتري خدمة عن بعد، سواء كانت في ال سأقول لكم المجالات، سواء كنت تريد أن تشتري خدمة في مجال الأعمال، مجال البرمجة والتطوير، التسويق الإلكتروني، عفوا التسويق الإلكتروني، سواء كانت الخدمة في تدريب عن بعد، سواء كان تصميم فيديو أو تصميم صوتيات، كتابة وترجمة. إذا كنت تريد أن تشتري خدمة فهذا الموقع العربي الأول سيقدم لك الخدمة باحترافية تامة. إذا كنت تريد أن تبيع خدمة سواء في الأعمال والبرمجة والتطوير، التسويق الإلكتروني، التدريب عن بعد، تصميم فيديو، تصميم صوتيات، كتابة وترجمة، ستذهب إلى الأسفل وستجد في صندوق الوصف رابط هذا الموقع وتسجل. وبعد التسجيل إذا كنت تريد أن تبيع خدمة سجل نفسك كبائع، إذا كنت تريد أن تشتري خدمة سجل نفسك كشاري. واليوم سنوضح لكم طريقة شراء خدمتك الأولى من موقع خمسات، الموقع الذي يقدم لك خدمة ب5 دولارات، أبسط خدمة ب5 دولارات، وكلما تعقدت الخدمة زاد الثمن. أولا أحبائي وإخوتي، سنجرب في التصميم أو الأعمال. سنذهب إلى الأعمال ونشتري خدمة. مثلا طريقة شراء خدمة في مجال الأعمال، وطريقة الشراء من الأعمال تطبق على باقي الأصناف. تقديم بحث في كل المجالات بالإنجليزية والعربية. نريد مثلا أن نشتري هذا، تضغط على الخدمة تعاينها، ستجد كل التفصيل عن الخدمة التي سيقدمها هذا الشخص وتقيمه. سرعة الرد 2 ساعة متوسط، تم شراء 16 مرة، هذا الشخص باع 16 مرة، يعمل على 0 طلب، ليس له أي طلب الآن. تضغط على أضف إلى السلة، ثم تضغط على ادفع الآن. ستظهر لك هذه الجهة، هذا التصميم. هنا ستختار ميزانيتك التي تتوفر عليها. مثلا نختار 20 دولار مثلا، وسترى كل التفاصيل التي تقديم بحث في كل المجالات الإنجليزية. يعني الشخص هذا سيضع لك مخطط الميزانية التي يعمل عليها. هنا ستذهب إلى ادفع الآن. عندما توافق ستجد وسائل الدفع، تريد الدفع عن طريق الباي بال أو عن طريق بطاقتك الائتمانية أو عن طريق خمسات. إذا كنت تريد أن تدفع على باي بال تضغط على باي بال، إذا كنت تريد عن طريق بطاقة الائتمان تضغط على البطاقة الائتمانية، أو خمسات تضغط على. هذه طريقة طلب الخدمة ببساطة على موقع خمسات، موقع تقديم أبسط الخدمات الصغيرة بأقل مبلغ وهو 5 دولارات. في الأخير أعزائي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك، في قناتي. كما أنوه وأقول بأنني سأضع رابط هذا الموقع في أسفل الفيديو حتى تسجلوا مباشرة. وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.